سمعتم في مخرجات هذا الجمع العام تمت المصادقة على استقالة السيد رئيس مكتب المديري محمد الشرقاوي وكامل أعضاء المكتب المديري. تعذر اختيار أو انتخاب لجنة مؤقتة يعهد إليها بتصريف أشغال الفريق إلى حين انتخاب مكتب المديري جديد في أقرب جمع عام مقبل. فبالتالي ارتأى السادة المنخرطون في إطار التوافق تشكيل لجينة بها عبد ربه وبها السيد عبد الحنين الغرافي، تكون مهمتها الوحيدة هي تحديد تاريخ ومكان الجمع العام المقبل. نحن الآن لم نقفل هذا الجمع العام، الجمع العام سيظل في حالة انعقاد، مهمتنا الوحيدة هي فقط تحديد تاريخ ومكان الجمع العام المقبل داخل أجل 30 يوما من تاريخه. أيضا تلقي طلبات الاشتراك، طلبات الترشح في شكل لوائح انتخابية، وسنعتمد بالمناسبة المعلومة أقولها، سنعتمد لائحة المنخرطين التي سنتوصل بها من الجامعة الملكية، لأنه كان هناك لغط اليوم حول اللائحة القانونية، هل هي اللائحة التي اعتمدت اليوم أم اللائحة التي تراعي شروط الانخراط طبقا للقانون أساس الجمعية. فرفع لي هذا الجدل السيد مندوب الجامعة، قال على أنه سيراسل إدارة الفريق قصد استقبال اللائحة وتمحيصها، ما سنستقبله سنعتمده كمنخرطين. كل من تابع جمع الاتحاد طنجة اليوم الجمع العادي الاستثنائي عبر المباشر عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية السابقة في اتحاد طنجة، السابقة في جموع اتحاد طنجة، خاصة غادي نقول ونكرر أن الجموع السابقة كانت مغايرة بتاتا، فقط كنت كتجي كيعني تصادق على التقرير المالي والأدبي، تعلي يدك بالإجماع وبرضاك وتشرب وآتي وتاكل الحلوى وتمشي بحالك، لكن اليوم أعتبره اليوم استثناء ودائرة صحية، خاصة أن الجميع كان يطالب من المنخرطين، يعني يقول الجمهور الآخر أن اليوم كمنخرطين تتحملون مسؤولية اتحاد طنجة على العاتق ديالكم. لاحظنا كاملين تابعنا جميع عبر المباشرات تقديم محمد الشرقاوي الاستقالة دياله، في حين أن لحدود الساعة فوق الساعة ما زال الأمر يعني جدالا، اللجنة
انبثاق لجنه عن المنخرطين لتسيير يعني اقصى مده 15 يوما في انتظار احد المرشحين ان يضع برنامجه على طاوله الجمهور اتحاد طنجة، لان كفانا يعني من مسيرين اللي كيجيو موسميين بشهاده يجي هذا بشهاده. في نفس الوقت كنوجه رساله عبر المنبر ديالكم، كفانا كفانا ايها السياسيون صراعا، رحنا على اللوغو فريق اتحاد طنجة ماشي المعارضه ولا الاغلبيه، نعملوا العصا الرويده لهذا اللي طلع العكس، خصنا نكونوا كاملين، لان انتم في انتخابات يعني يعني احد الرسائل اللي كتحملوها دائما للشباب لساكنه هذه المدينه انكم غادي تعليوا بهذه المدينه اشياء كثيره، بغيناكم تعليوا بهذه المدينه رياضيا وكرويا. أستاذ متاسف شديد الاسف على الوقت لما آلت إليه الأوضاع في اتحاد طنجة باش تعيش هذا الوضع، هذا فهو وضع صراحة مزري، ولكن كنتمناو أننا نغلبوا المصلحة العامة كاملين بنا ونبنيو المستقبل بواحد يعني على روح القانون، مبني على روح القانون، لأن اللي وصل اتحاد طنجة لهذا المشكل المشاكل اللي كتعيشها هي الحلول التوقيعية. ديما كنفتشوا الحلول التوقيعية، دائما كنحلوا باش نقضوا الفريق، دائما كنحاولوا أننا نشوفوا شي حلول اللي هي آنية وليست مستقبلية. لهذا فالإنسان خصو يكون واعي بالظرفية هذه، إذا كان عملية البناء فهي خصها تكون بناء يعني حقيقية مبنية يعني على تطبيق القانون وعلى السهر على تطبيق القانون. علاش كنقول تطبيق القانون؟ لأن دائما كان اتحاد طنجة كنجيب واحد الرئيس كنقول له اختار مكتب، بغينا تكون لجنة تحضيرية اليوم من الجمع العام يعني بعد 15 يوم ويكونوا لوائح فيهم برامج، فيهم الميزانية السنوية، فيهم الاشخاص اللي غيتقدموا كل لائحه على حده، ويجي كل واحد يقدم برنامج ديالو ويقدم الوعود ديالو قدام مخارطين، كيبقى ديك الساعه الراي ديال المخارطين يختاروا اللائحه المناسبه. والحمد لله مدينه طنجه دائما على مر التاريخ راه السلطات ولا المجالس المنتخبه ديما كتعاون الفرق الرياضيه اللي كتمثل مدينه طنجه، وهذه واحد النقطه حسنه اللي خصنا اولا تاهي نسجلوها بفرح كبير، ولكن خصنا كذلك هذه المكاتب المسيره هي تجتهد كذلك وتحاول انها تحافظ على الحكامه الجيده داخل اتحاد طنجه.